الحلقات التاسعة من مسلسلات رمضان كانت كلها أحداث مشوقة، سواء الأعمال الوطنية أو الاجتماعية أو الكوميدية. اللي فاتوا حلقات امبارح يتابع معنا ملخص لأهم أحداث الحلقات التاسعة. بالتأكيد زي ما قلتي معنا مجموعة كبيرة من المسلسلات، عملنا لكم ملخص كده صغير ليها. الكتيبة 101، رسالة الإمام الكبير قوي الجزء السابع، جعفر العمدة، سر الباتع، سوق الكانتو، وغيرها من المسلسلات اللي هنشوف ملخص حلقاتها اللي حصل وأبرز الأحداث اللي حصلت فيها امبارح في سياق هذا التقرير. الحلقات التاسعة من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة. في الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة 101 شهدت الحلقة محاولات من جانب أبو أسامة أو وليد فواز في إقناع الدكتور وحيد من أجل الانضمام للتنظيم وأغراب المكانة اللي هيوصل لها، وحذروا وهددوا بالسر اللي عارفه بخصوصه. لا تخاف لا تخاف، انت عارف قديش نريدك عشان كذي ويونا عليك، بس ما شاء الله تبارك الله يا زهيب ما اخترت. ما تيجي معايا دغري كده وتقول لي انت عايز ايه؟ بنريثك انك رجال واضح وصريح، وانا زيك، عشان كذي شايف انك لازم تكون معانا. كمان تضمنت احداث الحلقه التاسعه من مسلسل رساله الامام مجيء شاب من الحجاز بيسال عن بيت الامام الشافعي، وهنا بيتعرف عليه ابو عثمان ابن الامام الشافعي وبيصطحبه لحد بيت الامام، وقبل ما يوصل بتنتهي الحلقه بمشهد نيران وهي بتلتهم حجره الامام الشافعي. ما حاجتك يا اخي؟ الوصول لدار ابن عبد الحكم، وهل تسمح لي بسؤال؟ أنت ابو عثمان ابن الامام الشافعي؟ اجل، ما أحلى صحبة الإمام وابنه، سأدلك إن شاء الله، تفضل من هنا. مرحبا بك. شكرا جزيلا. تفضل. الفنان أحمد مكي ناقش خلال أحداث مسلسل الكبير قوي في الحلقة التاسعة تحديات التيك توك من خلال مواقف كوميدية بين أبطال العمل. تكبيس يا دمعة وحد يديني صندوق، يلا. شكرا يا كابتن. يا سلفة طلع يا سلفة، يلا يا دمعة. واه واه، مين اللي معاك الصندوق؟ أم حنان. أم حنان يسعد قلبك يا أم حنان، أنت منين يا أم حنان؟ بلدك إيه يا أم حنان؟ أنت بتشوطها؟ لا بشكرها يا سيدوني. أمال بتشوطها؟ ابعد يا سيدوني ابعد. في الحلقة التاسعة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين رجع شفيق للحفلة الأساسية وقرر يطلب إيد شيرين وخرج لها دبلة الخطوبة، وبيحاول إنه يسرع في الأمر قبل مرور الثلاث دقايق، ولكن كالعادة الوقت بيتأخر وبيتنقل شفيق لشخصية جديدة. على فكرة صوت الخناقة ده والله هيغطي علينا. 100 مرة قلت لك دي مش الخناقة، دي بطني، بس خلاص مش مهم مش مهم. يلا روح اتكل على الله، هات لي أي دواء من العربية. يلا. حضرتك عرفت منين إن في دواء في العربية؟ جرايه جه. ايه ده؟ لا ده برد برد ولا حاجة، معلش. يلا روح، يلا اتكل على الله، روح روح. شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة العديد من التطورات في الأحداث. بدأت أحداث الحلقة بمشهد عتاب زياد لجميلة بسبب إخفائها موضوع فيديو والدتها شهيرة، وهنا غلط وقال لها إن نرمين بعتت له. غضبت جميلة وطلبت منه إما إنه يبطل كلام مع نرمين أو يرجع لها من جديد. ارجع لها بدل ما انت كل يوم والتاني حاططها لي الجملة مفيدة. على فكرة أنا لا هسمح ولا هتحمل الكلام ده. سامعني ولا مش سامعني؟ كفاية اللي أنا فيه. كمان في الحلقة التاسعة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيلي كريم شهدت الحلقة ذكريات نادرة في مشهد بلاي باك لموت والدها لما جاله عبد الجبار بيطلب منه أرضه، ولما رفض خلع حذائه وضربه على رأسه، ومن وقتها ونادرة ناوية تاخد بتار والدها. هو ده هطار اللي حلفتي تاخديه؟ أنا ما انكرش إني حبيت بلال، حبيته عشان طيب جدع، بس عمري ما نسيت إن والد عبد الجبار، عبد الجبار اللي قتل أبونا. في الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة قدرت ثريا تخلي طليقها جعفر العمدة يردها مرة تانية قدام الجميع بعد ما قامت بإهانة كارم فتح الله المتسبب في طلاقها قدام المنطقة، خصوصاً بعد ما خدعته ووهمته بإنها موافقة على الجواز منه بشرط إنه يتقدم لها قدام سكان منطقتهم وخصوصاً قدام طليقها جعفر العمدة. مبروك يا جعفر يا ابني. يلا يلا كده فنحت كده تظبط.
لما بوست ايده نسلت الشبشب على دماغه زي ما الناس هتحكي دي هتحكي دي. ولو انه اقول لك على حاجه الناس هتنسى انك بوست ايده. شبشب صرايا ترند السيده زينب لاسبوع قدام. وضمن احداث مسلسل حضره العمده في الحلقه التاسعه راحت بدور لصفيه عارف الفارس وتوسلت ليها تقف جنبها في مشكلتها اللي تعرضت لها مع واحد من شباب القريه اللي اخترق تليفونها المحمول وحاول يتواصل معها. صلاح دي خدمه انسانيه، واللي عرفته عنك انك مش بس عبقري انترنت، انا سمعت انك اجدع واحد في اولاد دهيشه، واللي يقصدك في خدمه عمرك ما تتاخر. مفيش حاجه بتستخبى في ثلج شبوره خالص. ها قلت ايه؟ حاضر حضرة العمدة. مسلسل مذكرات زوج في الحلقة التاسعة شاهد قيام رؤوف بالذهاب إلى المنزل لرؤية ولاده والتحدث مع شيرين، وظنت شيرين في البداية إنه جالها علشان يرجع للبيت، ففاجئها وقال لها إن عندها كل الحق في إن هي تكون حرة وتعيش حياة حرة، وهنا قلع دبلته وطلقها. أنت طلبتي طلب وأنا جاي أنفذه لك، وده حق، حقك تبقي حرة. انت طالق يا شيرين. الحلقة التاسعة من أحداث مسلسل علاقة مشروعة جي فيها اقتراح والدة عليا إنها ترجع تفتح الجاليري الخاص بيها، لكن عليا رفضت بسبب إن عمرو زوجها كان رافض مبدأ الشغل علشان تعرف تعتني ببيتها وأولادها، ولكن والدتها أقنعتها. يبقى تشتغلي، ولو قالك لا سيبيني عليه، أنا هعرف أقنعه. عندك حق، بس أنت بس أؤمنها بالسلامة وبعد كده نشوف الموضوع ده. إن شاء الله يا بنتي، إن شاء الله. إن شاء الله. بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل سوق الكانتو بفلاش باك في مشهد افتكر فيه الحاج حسنين اللي عمله مع أبو المكارم، وبيتعرض طه القماش للطرد من شقته الخاصة اللي مأجرها، وقال صاحب البيت إن الشرطة دهمت المكان وإنه ما ينفعش يكون موجود في الشقة. تشرفت